أول مرحلة من دورة شهرية اسمها period، هي الفترة اللي منحس حالنا تعبانين، منفخين، معصبين، جسمك بيكون عم بيخسر كتير حديد. لازم تعودي هالخسارة بأكل أشياء فيها حديد مثل اللحوم الحمراء، البيضة، الخضروات الخضراء كتيرة. من ميلة تانية بتخف المناعة، مشان هيك لازم تكوني عم تاكلي أشياء فيها مضادات للأكسدة مثل blueberries، dark chocolate وعصير الشمندر. يلي بيصير انه ببطل عبالك تتمرن، في تمارين خفيفه ممكن تعمليها بتزيد الاكسجين وحركه الدم بالعضله وبتريحك من الكرامبس اللي عم بتمري فيها. احسن لك انك تنتبهي لما تتمرني بالاوزان الثقيله لانه رح يكون التحكم بالعضله اصعب. باخر اليوم هي بس بيريد، مش لازم توقفكم انكم تكونوا بافضل حال. كوني قويه، عيشي حره.